السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم تفضل. هو حضرتك بس انا ملتحي واعمل مهندس بترول. ماشي. عرض علي العمل بالسعوديه براتب 5 أضعاف راتب الحالي، بس وشهر والسعوديه وشهر اجازه بمصر، بس لازم احلق اللحيه لان شغل بريمه وكده، فالشهر لا سافر فيه. فبماذا تنصحني جزاك الله خير؟ والله إن كنت مضطرا لمثل ذلك فلا بأس، ونعرف أن العاملين في القطاعات البترولية أحيانا يأمرونهم بهذا حفاظا على الصحة العامة من تخلل الغازات في اللحية أو شيء من ذلك، فإذا كنت مضطرا لذلك فلا بأس عليك، والله أعلم. جزاك الله خيرا.